عايز ايه؟ في يا شهد؟ عايز ايه جاي ليه؟ كان بيقولك ايه يا عزت؟ ايه يا شهد في ايه؟ ايه؟ خايفين؟ بطنكوا قلبت لما عرفتوا ان انتوا هتقفوا في المحكمة، صح؟ كنتوا فاكريني مش هعمل كده. شهد بعد اذنك اهدي. لا مش ههدى، واتفضل بقى اطلع بره. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب هنا مكتب انا، وانا اللي حدد مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. مش معنى ان في بيني وبينك معزة او صداقة ده يديك الحق ان انت تتصرفي بالشكل ده. انا اسفة جدا. انا اسف على اللي حصل. انا اللي اسف جدا يا استاذ حسن، وعايز اقول لك المكتب ده مكتبك وتشرف في اي وقت. المكتب ده محترم ولازم اللي فيه يحترموا العملاء اللي فيه. طيب انا زي ما انت عارف كنت جاي عشان القضيه، طالما الموضوع بقى مش في يدك يبقى استاذن. اتفضل. عن اذنك. شرفت يا استاذ حسن.